شيعت محافظة أسوان شهيد الأمن المركزي بسيناء المجند سالم عطا محمد في جنازة عسكرية من أمام مديرية أمن أسوان قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بنجع أبو غلاب بمدينة أدفو. تقدم الجنازة مدير أمن أسوان اللواء مجدي موسى وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. وأكد مدير الأمن أن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن استقرار البلاد. جنازة عسكرية لابننا المجند الشهيد من قوات الامن المركزي اللي استشهد اثناء تاديته لواجبه في سينا الحبيبة. هذه الرسالة وتكريمنا لهذا البطل الشهيد بجنازة عسكرية طبقا لتوجيهات مع الوزير رسالة لكل مجند وكل فرد وكل ضابط ان اداء الواجب والاستشهاد في سبيله هو اسمى رسالة واسمى امنية يمكن ان ينالها ضابط او مجند او فرد.